في ظل وجود داعش في مدينة الموصل وفي حضوري في إحدى نقاطه الإعلامية عندما رأيت فيديو قد أنتجه داعش وأسموه بعام على الفتح، رأيت فيه داعش عندما دمر آثار مدينة الموصل وعندما حطم كل المراقد وكل حضارة وكل تماثيل وآثار لهذه المدينة العريقة. هذا الموقف الذي دفعني وبشدة أن أخرج بعد التحرير إلى شطب رسوماته ومحي آثاره الذي تركها في مدينة الموصل، ظنا منه أنه كي يترك رسالة لهذا الشعب وأن يبث الرعب في قلوبهم من خلال هذه الجداريات التي رسمها في المدينة ومن خلال أفعاله وآثاره اللعينة. ما بعد التحرير قد حملت ألواني وفرشاتي وأنزل بها إلى الشارع باحثا عن رسومات قد رسمها داعش على جدران لكي أشطبها وأحولها إلى رسومات جميلة وأستبدلها بصور تعبر عن جمال هذه المدينة وعن أصالتها، وكذلك لكي أرسم صورة أجمل لهذه المدينة العريقة بالألوان والفرشات، وكذلك لكي تكون رسالة صدق ورسالة سلام للعالم. Beep, beep, beep.